جديدة من فيلم الموفي ايكون تنطلق هلا عبر هذا البرنامج، ومثل ما عودناكم رح روح انا وياكم برحلة على صناعة الافلام وعرفكم على اسماء او افلام لمعت بالسينما العربية او الاجنبية. فيلم اليوم يحاكي قوة الاصرار. فيلم اليوم هو بعنوان ترو سبيريت، يلي هو فيلم عبارة عن سيرة ذاتية نزلت على منصة نتفليكس، وبتحكي عن قصة فتاة بتبلغ من العمر 16 سنة واسمها جيسيكا واتسون، ويلي قررت انه تكون عم تقوم بمهمة شاقة ويلي هي الابحار حول الارض لحالها. من بين التحديات العديدة يلي واجهتها بهيدي الرحلة، على جيسيكا كمان انه تتحدى المعارضة يلي واجهتها من الاشخاص يلي بيعتبروها اصغر من انه تبلش بمثل هيدي المغامرة، رغم كل الصعاب بتبحر وبتنجو من بعض الظروف الصعبة كمان كل هيدول وهي ولحالها. الفيلم من إخراج سارة، بيصور الفيلم الشجاعة غير العادية للفتاة وكمان عائلتها يلي بيواصلوا دعمها من خلال كل شي بيعملوه. ترو سبيريت بيروي هذا الفيلم القصة الحقيقية لجيسيكا واتسون يلي هي عمرها 16 سنة، يلي أبحرت حول العالم لمدة 210 أيام لحالها وبدون أي مساعدة وبدون توقف. غادرت ميناء سيدني بأكتوبر 2009 ورجعت ب 18 مايو 2010. هيدي الرحلة بأكملها بالإضافة للتحضيرات يلي بتتطلب هيدي الرحلة معروضة بهذا الفيلم، ويلي بضل صادق جدا بتصوير تفاصيل كفاحة وتحدياتها. بيعتبر كتاب الروح الحقيقية لواتسون الفتاة الأسترالية يلي أخذت على العالم مصدر إلهام لمعظم الحبكة بالفيلم، كما تم تصويره نفس الشيء بالفيلم. بلشت جيسيكا بالإبحار بسن مبكرة جدا مثل ما ذكرنا، واهتمت بفكرة الإبحار وقتها قريت كتاب اسمه قلب الأسد يلي بيحكي عن رحلة من الروح البشرية، يلي هو قصة بنت اسمها مارتن بتبلغ من العمر 17 سنة وكمان أبحرت حول العالم. من هون هي قررت أنه تعمل هذه المهمة استعدادا لرحلتها. أكيد تدربت لسنوات وأخذت دروس بالإبحار إلى جانب الدورات التدريبية يلي منحتها المهارات اللازمة لتكون كمان عم تعرف كيف تهتم بالقارب وإصلاحه إذا صار شيء. كل هيدا هي ولحالها، وشمل كمان الموضوع دورة تتعلم كيف تمشي دورة المحرك ودورات الإسعاف الأولية. بتقول جيسيكا يلي دفعها أن تفكر حتى بهيدا الموضوع يلي بيستغرق سنوات من التحضيرات لإله، بتقول وقت كنت تعيش على الماء فهذا بيشبه لحد ما قانون غير مكتوب، فبتحس حالها هي حرة. كمان بتقول انه هي كونها فتاة صغيرة يعني هيدا كتير من الاحيان بتم تجاهل عرض المساعدة اللي بتقدمه اذا كانت هي بقارب واجا قارب تاني لعندها، وخاصة اذا بقلبه رجال وخاصة اذا كان بيكبرها بالعمر، فهذا الموضوع كتير بيزعجها وبيحبطها بشكل ما بيصدق، لانه هي بتعرف انه هي قادرة على التعامل مع الخطوط مثل أي شخص تاني. كرهت أنه يتم الحكم عليها من خلال مظهرها وتوقعات الآخرين لشو يمكن فيها تعمله فتاة صغيرة. بيصور الفيلم هذا الشعور بالمشهد حيث نشوف نفس الشيء عم بيصير لأختها هانا. الفيلم بيصور أحداث مثل الوقت يلي اصطدم فيه قاربها بسفينة شحن كانت بتوزن أثناء التشغيل 63 ألف طن. وبالمثل فردة الفعل العنيف يلي تلقته هي وولدها بالفيلم حقيقية كمان نفس الشيء مثل ما صار بالواقع. كان كتير من الناس الأنين بشأن ما إذا كان من الحكمة أو من المفروض إرسال فتاة بتبلغ 16 سنة من العمر للمحيط لحالها، وبيعتقد البعض أنها رح تشكل سابقة خاطئة ولح البنات الأصغر أو من عمره يشوفوها ويصيروا يعملوا مثلها، بينما بتحصل على معظم التفاصيل بشكل صحيح. أنا بعض الأشياء يلي ما بتفوت بالفيلم على سبيل المثال، فيلم هو اسمه فيلم عن البحار بان، هو المحترف الوحيد يلي بيقدم المشورة والتدريب لجيسيكا طوال الرحلة، وبالواقع كانت هناك مجموعة من الأشخاص بيشاركوها بمساعدتها طوال العملية كمان لحتى تكون عم تعمل الرعاية لمهمتها، وكان أحدهم اسمه دون. لازم على المرأة أيضا أنه يذكر حقيقة أنه على الرغم من إكمال رحلتها ما كانت بسجلات الأرقام القياسية باعتبارها أصغر بحارة بتبحر بسبب التناقضات الفنية بالمسافة الإجمالية يلي قطعتها، وما هذا كله فهذا ما أثر على إنجازاتها.
بالنظر لما أبحرته، أرادت جيسيكا أنه يخرج شيء واحد من قصتها، تأمل أنه يكون هذا الجزء مهم يلي عملته هو إثبات أنه نحن ما لازم نحكم من خلال المظهر وتوقعات الآخرين علينا. بتقول بدي يعرف العالم بالضبط ما يمكن أن تعمله الفتيات الصغار والشباب كمان الصغار، كما بيهدف الفيلم إلى غرس هذا الشعور بنفوس الشباب وحثهم على ملاحقة أحلامهم وكل شيء بدهم إياه. مشاهدينا، مثل ما عملت جيسيكا، لحقوا أحلامكم لو كنتوا صغار بالعمر، لو غيركم حكم عليكم على المظهر وعلى عمركم وعلى توقعاتهم، ما تردوا عليهم، لحقوا حلمكم فأنتم فيكم تعملوا المستحيل. هذا كان فيلم اليوم مع عبرة اليوم، أنا بشوفكم بفيلم جديدة مع عبر جديدة. باي باي.